انتعاش كبير يعرفه سوق العقار بالجزائر بسبب الانتخابات التشريعية المقبلة التي أجبرت مرشحي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة على كراء مقرات لفتح المداومات التي بدأت في الانتشار في البلديات والقرى والمداشر عبر ولايات الوطن منذ المراحل الأولى للعملية الانتخابية للرابع ماي المقبل. ما يلاحظ هذه المرة هو غلاء هذه المقرات، حيث بورصة المقرات يعني أصبحت تقريبا 3 أضعاف الأسعار التي كانت معروفة من قبل، وهذا أمام يعني تمويل الحملة الانتخابية الصعب التي تمول من طرف على الخصوص المترشحين في غياب يعني التمويل الذي لابد أن يكون كما ينص عليه قانون الانتخابات. ورغم حالة التقشف التي تعرفها الأحزاب والمترشحين، إلا أن ظاهرة كراء المقرات شهدت التهاباً في الأسعار فاق سعرها 3 مرات أو أكثر، وضعية ستؤرق الأحزاب والمترشحين في ظل غياب مساعدات الدولة. في غياب كل هذه مصادر التمويل، يبقى كراء هذه المقرات بالمبالغ الباهظة من طرف مداخيل المترشحين، وهذا ما أرهق في الحقيقة المترشحين على مستوى يعني الدوائر الانتخابية. ومن ثم هذه المقرات بورصتها تصعد في كل مناسبة للانتخابات كما كان الشأن بالنسبة للانتخابات الماضية، ولكن كانت هذه المرة بشكل كبير. وتبقى ظاهرة كراء المقرات شأنها شأن العديد من التعاملات التجارية التي تجرى خارج رقابة الدولة، سواء خلال المناسبات الوطنية أو الدينية أو في فترات الحملات الانتخابية.